تحتفي مملكة البحرين اليوم بيوم الشباب البحريني في نسخته الثانية، والذي جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر باختيار 25 من مارس من كل عام ليكون يوما للشباب البحريني، وذلك عرفانا وتقديرا لعطاءات وإبداعات شباب الوطن ودورهم فيما تشهده المملكة من نهضة وتطور في شتى القطاعات. ويشكل الاحتفاء بيوم الشباب البحريني مناسبة هامة لتجديد الفخر والاعتزاز بسمات قطاع الشباب، كما أنه يحمل العديد من الدلالات بشأن المكانة والاهتمام الذي يحظى به الشباب في المملكة. ويمثل يوم الشباب البحريني فرصة للاحتفاء بثمار التجربة البحرينية المتفردة في تنمية الشباب ورعايتهم ليكونوا عنصرا فاعلا ومؤثرا في منظومة النهضة والازدهار.